مرحبا حبايب قلبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ معكم وسيم من نصر في فيديو جديد. حبايب قلبي، بهذا الفيديو رح أشرح كيفية أنه أنت تطالع أو حل مشكلة أنه زر إعادة عرض الموت اللي أغلبكم ما طلع عنده. إيه شباب؟ وأغلب اليوتيوبرز قالوا أنه الأجهزة الضعيفة ما بتدعم، وأغلبها ما بتدعم، وهذا الجهاز ما بيدعم، ومدري شو الحكي الفاضي. أغلبهم ما عرفاني شو القصة. إيه حبايبي، حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يصلكم الإشعارات بالفيديوهات القادمة اللي رح ننزلها. وخلينا نفوت على الشرح دغري. هلا هاد حسابي الأساسي يعني، وهاد جهازي ما غيرته يا شباب. يعني أنا محدث جهازي صلي فترة، صلي شهرين ثلاثة محدث جهازي، تطوره. كان جهازي القديم جراند برايم برو جراكسي اللي بيعرفه. خلينا نفوت على الإعدادات ونشوف. انا هون عندي ما طالع. هلا انا عندي ما طالع اعاره عرض الموت تحت خيار تاثير الضرر، رح اشتري لكم عليه بسهم، ما طالع. طيب نحن هلا رح نعمل شغله صغيره، عفوا رح نعمل شغله صغيره ونطالع اعاره عرض الموت ونفعله. بنروح على الرسومات، بنحط الدقه او الرسومات متوازنه يا شباب، متوازنة. وقولوا لي انه جهاز ضعيف ما بيدعم متوازنة. انا كان جهازي جراند برايم برو قلت لكم عليه جالكسي، وكتير يعني رام، وشو بتكون اقل من رام 1.5 جيجا. الجهاز كتير ضعيف، ما اقدر يعني ما اقدر اصور عليه جيم. تمام شباب، فعلوا متوازنة وما بيأثر، حطوها منخفضة ما بيأثر، وعطوه حسنان. شوي عطيناه حسنان. بنروح على الاساسي، ما طلع على تأثير الضرر، عفوا ما طلع عرض عرض الموت. طيب هلا بدنا نطفي اللعبة، نطفيها ورد نعيد تشغيل من أول جديد، نطلع منها الكامل يعني ورد نعيد تشغيل من أول جديد. طيب هي عملية تشغيل اللعبة يا شباب، واللي حنشوف هلا جهاز ضعيف بدعمها ولا ما بدعمها. بس اغلب اليوتيوبرز ما عرفاني الله وين حاطهم، مع احترامي لهم. لو بس طال الفيديو شوي معلي. طيب هلا بنفوت على الاعدادات، بننزل هيك، طلعت اعارة عرض الموت. شو ما تقولوا، عامل فوتوشوب وعامل صور وبطيخ مبسمر هيك. ها تفعيل إعارة عرض الموت، ها هذا حسابي وسيم نفسه 66 حسابي. تمام شباب، إذا استفدتوا من هالفيديو حطوا لايك للمقطع واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة اللي حنزلها. إيه شباب، كمان هاي الآي دي تبعي، فوتوا حطوا لي شعبيات يا شباب، فضلا وليس امرا. بدي وصل ل 300 الف بهمتكم شباب. اللي بيحب يضيفني كمان يبعث لي طلبات، انا جاهز. تحياتي لكم، وكان معكم وسيم النسر. سلام.